مرحبا، أنا اسمي غردين عز الدين، مدرسة تربية خاصة وناشطة في مجال الإعاقة وعضوة في كتابي كتابك. بحب أشكر كتابي كتابك اللي وصلني هون، وأحكام ومدام هنا معي سعيد كمان هون، شكرا كثير لكم. وأشرف أشرف معي. حابة أحكي عن تجربتي مع ذوي الإعاقة. طبعا أول ما درست طلبت أدرس التربية خاصة كان في رفض كبير عليها، لأنها نظروا لها نظرة إنها مش مهمة ومش رح تعمل بالتربية الخاصة ومش مفيدة، بس أنا كنت حابب أدرس تربية خاصة لأنها بالنسبة إلي دنيا وآخرة، يعني بتفيدني بالدنيا وكمان بالآخرة، وبساعد يعني ناس كتير محتاجة إنه حد يدعمها ويساعدها. مش كتير في ناس بتساعد ذوي الإعاقة، يعني ما في إشي طالع من جوا القلب طالع لشخص عنده إعاقة. فأنا حبيت كتير أدرس تربية خاصة، وكمان أنا عضو في مجلس الأعلى في لجنة المرأة، وكمان متطوعة في جمعية أنا إنسان. كمان هدفنا إنه إحنا نشوف المشاكل اللي بيعانوا منها الأشخاص ذوي الإعاقة ونوصلهم لبر الأمان، لأنه في كتير مشاكل بتواجههم مع الناس، مع المكان، مع التعليم، مع مشاكل كتير. فإحنا بناخد قضية قضية ونشتغل عليها. أنا بس حابب أحكي شغلة واحدة، إنه الناس، أنا من تجربتي صديقتي عندها إعاقة حركية، من تفاعلي بس نروح مكان، بس نروح مول، بس نمشي بالشارع، طريقة نظرة الناس إلها كتير مزعجة، أنا بتزعجني، أنا بتزعجني وأنا معاها. فأنا كتير بحب إنه هاي النظرة تختفي، يعني إنه ما ننظر هاي النظرة للشخص المعاق، لأنه هيك بيكون يتطلع هيك، أنه حدا معاه عرباية وهيك يتطلع تطلعات كتير مؤذية للشخص المعاق، كتير بتأذيه. فأنا حابة إذا بيسمحوا لي بفقرات تانية كمان أحكي شغلات تانية. أنا هلأ مترجمة صوم بالإشارة يعني، وبشتغل مع الإعاقة السمعية، اشتغلت مع الإعاقة الحركية واشتغلت مع التوحد، وكتير حبيت التوحد أكتر إشي. وحابة إنه نوصل زي ما حكيت بالأول لبر الأمان، وحابة كتير 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 أدعمهم.